تجاوزات شطة إلى الكاف. والله انا حقيقة ما سمعتش الموضوع ده طبعا، واتمنى انه ما يكونش ده حصل لسبب واحد، لان انا يعني انا ما انتقدتش حسن شحاته، انا وجهت عتاب بس للكابتن حسن شحاته، انه كان من الافضل ان انه يكتفي بالفتره اللي فاتت دي، عشان الفتره اللي جايه اصعب، والفتره اللي جايه اصعب هتخليه يخش في ضغوط اكثر، وما تخليهوش يمكن يركز. يعني يستمتع، لا يستمتع بالانتصار الكبير اللي عمله لشخصه، الانتصار العظيم ده، وكنت اتمنى انه كان يسيب الفتره اللي هي من تعيينه يعني، مش دلوقتي. وقلت حسن شحاته يجب عليه الاستمرار، لانه راجل بيتحدى وراجل بيستمر وعنده الامل وقادر على انه يحقق كل الكلام ده في القنوات المسموعه اتقال، لكن الكتاب اللي بيتكتب في الجرايد دي، انا اي حد كتب عني كلام غير كده لحسن شحاته انا مستعد اقاضيه، وارسل اعتذار شديد للهجه انه الاتحاد المصري، ان انا عمري ما هقول الكلام ده على الاخ العزيز الكبير الصديق المدرب الفذ، انه انا ما قلتش كلام ابدا جرحه، وكان يجب عليه، وبعدين اللعيبه شاخت، لكن اللعيبه شاخت وهي قادره على العطاء، وانه وانا في برنامج قلت وائل جمعه قادر على العطاء، قلت الاخ ابو تريكه قادر على العطاء في وجودك، فاكر القصه دي؟ حسن. يعني انا قلتها وانت شاهد على ذلك. ايوه انا عايز اسال سؤال، ايه اللي انت قلته بالظبط؟ اللي انا قلت بالظبط انه كتب عني لا هو بيقوله مش كتب، ده بقى ان انت طلعت على قنوات فضائيه. طيب القنوات الفضائيه دي انت منها يا اخ الليسي، ما احنا كنا مع بعض دي. طب والنبي بس يقول لهم اذا كان معايا قال كلام حقيقه حسن شحاته الرجل الافضل والرجل الفذ. طب بعد المباراه قلت ايه؟ اتمنى ان لا يكون في موقف زي ده يفضل يدافع عن نفسه والناس تقاتل من اجله وكذا، وقلت يجب عليه ان لا يقال ولا يستقيل. طيب بعد المباراه قلت يجب ان لا يقال او يستقيل. الكلام ده انت شاهد، عشان كده انا دخلت معاك في هذه المحاوره. لانك انت برضو من الناس الحقيقه قلت الكلام ده، لان انا حقيقه القنوات الفضائيه والصحافه هتمنعني في المستقبل القريب ان انا ادلي باي تصريح، لانه انا الاتحاد الافريقي بالنسبه لي انا بمثل كل القاره. صح. الاتحاد المصري، بعدين بحترم الاتحاد المصري، سمير زاهر اخ عزيز لعبت معاه، الاخ صلاح كابتن صلاح حسني الاخ عزيز، استاذ هاني ابو رضا رئيسي الاتحاد الافريقي وعضو المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي، لا يمكن اتجاوز على الاتحاد المصري باي شكل من الاشكال. هذه الشكوى حقيقه لو حدثت انا لسه ما شفتهاش، سوف اكون حقيقه حزين على الاصدقاء اللي انا تعاملت معاهم، وهحس انه الدنيا دي ما فيهاش اي امان. طب ايه رايك يا كابتن شطه لما يعني حتى لو انت اختلفت في الراي، وده وارد وده حقك الطبيعي، لكن ما ينفعش ان انت تنتقد باسلوب غير لائق باسم شطه وباسمه كموقعه في الاتحاد الافريقي وكلاعب في النادي الاهلي ولاعب في منتخب السودان، عيب يعني. لا انا ما انتقدتش برضه يعني، انا حتى لو انتقدت ان انت يطلع البعض ينتقدك باسلوب، ولا استطيع انتقد افضل مدرب في القاره خدت 3 بطولات، انتقد واحد حقق ما لم يحققه اي شخص في القاره الافريقيه منذ 50 سنه ولا 60 سنه. يا جماعه الكلام ده حسن شحاته كان يجب عليه ان يرفع السماعه يسالني، حسن شحاته كان يجب عليه ان يقول لهم الكلام ده عيب، حسن شحاته كان يجب يشط، انت هاجمتني، انا افرض دلوقتي حسن شحاته هاجمني، اروح طالع مشتكي للاتحاد المصري، هقول يا حسن ايه اللي حصل ده يا كابتن حسن؟ تعالى يا حسن فهمني. بس طبعا واضح ان هناك ايادي خبيثه بتلعب بتحاول تستعملني كسلاح ضد حسن شحاته، وانا لا يمكن اقبل ذلك. ولو الشكوى وصل الاتحاد الافريقي هبلغ الاتحاد الافريقي ان 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 ان, أن يؤكد احترامي للاتحاد المصري لكره القدم ولحسن شحاته، وان انا سوف لن اتعامل مع الميديا او الصحافه المصريه في المستقبل القريب. لا بس بقول لك ايه كابتن شطه، الا انا الا قناه الاهلي، معلش الا قناه الاهلي بصراحه يا ايوه كده قناه الاهلي. شكرا كتير. شكرا كابتن شطه على المداخله دي، حقيقه دي وضحت حاجات كتير. شكرا حبيبي، شكرا كابتن شطه، ربنا يكرمك، شكرا.